اسعد الله صباحكم بكل خير جميعا. هحكي لكم عن ثلاث قصص لثلاثه اعرفهم كويس قوي. اول قصه لواحد كان صاحبي الحقيقه يعني، وكان ولد طيب وكان مكافح قوي وقلبه جميل، بس كان عنده شويه افكار شمال شويه، وكان بيسال اسئله فيها نوع من الالحاد شويه لكن على استحياء. كان بيكلمني كتير على الخاص وبياخد رأيي في أكتر من حاجة، والحقيقة أول ما بدأ يسألني الأسئلة دي نصحته إن هو يعني يلجأ لناس متفقهة في الدين وفي الشرع أكتر مني بكتير، لكن للأسف هو طرح أفكاره على الفيسبوك على صفحته العامة، وهوب أول ما نزل الفكرة بتاعته اتلم عليه عشرات من الأصدقاء على الفيسبوك من حيث لا ندري، من جنسيات تانية، من تونس، من لبنان، من سوريا، من اليمن، من السعودية، من العراق، وبأسماء عجيبة وبأشكال عجيبة وبصور عجيبة، وكلهم بيشجعوه على أفكار الملحدة، وبدأوا ينفخوا في الحتة بت الكلب اللي جواه لغاية لما طلعوا الولد في السماء بكلامهم اللي واضح ان هو غزة كويس قوي 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 الحتة الشر اللي جواه، لينتهي الأمر به ليعلن عن نفسه ان هو المهد المنتظر، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولما كان يبدأ يراجع نفسه شوية او الحتة النظيفة اللي جواه عايزة تتكلم ما يدلوش فرصة ابدا يهجموا عليه تاني من كل صوب وحد، لغاية لما الولد راح وللأسف حتى الان لم يرجع. هما دول الصاحب اللي ساحب. واحدة تانية من صديقاتي على الفيسبوك كانت دايما تحب تحط صورها محجبة حجاب شرعي، وكل يومين ثلاثة كده ايه تحط لنفسها صورة، واضح يعني انها اكيد يعني كده معجبة بنفسها او بتحب الناس يشوفوها، هي حرة. مع اعتراضي انا الشخص اكيد على اللي قاعدة تحط صورها على الفيسبوك عمال على بطال، لكن المهم هي حرة يعني الحاجات دي انا ماليش ان انا اتدخل فيها عموما يعني. فالمهم التعليقات اللي كانت بتجيلها كانت تقريبا تعليقات من نوعية واحدة مؤدبة نوعا ما، من نوعية ربنا يحفظك، ربنا يكتب لك الخير، انت جميلة، لغاية لما نزلت صورة وهي مطلعة شعرتين ثلاثة كده ايه من تحت الحجاب من قدام. وخش يا معلمي بقى على التعليقات الجديدة من ناس اساسا يمكن عمرهم ما علقوا عندها، رجالة اكيد كتير وشوية ستات، وتعليقات بقى من نوعية ايه الحلاوة دي، ده ايه الشعر اللي انت مخبيها عننا ده، لا 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 ده احنا حلوينا قوي كده. تقوم بقى الحتة بت الكلب برضو اللي جواها تقوم مصحصحها، ويومين ثلاثة يا معلمي وتقوم منزلة صورة تانية، والخصلة بمشعرتين ثلاثة بقت خصلة كبيرة مغطية قريتها كلها، وهوب يا معلم نفس اللي علقوا على آخر صورة كأن هما نايمين تحت الأكاونت بتاعها، والتعليقات بقى سخنت مع سخونة الصورة، وإيه ده بقى إيه ده بقى إيه ده بقى، لا 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 ده احنا ما نقدرش على كده، ده إيه السحر المستخبي ده، حرام عليك تحرمينا من الجمال ده كله، هو الحجاب بيخبي الجمال بالطريقة دي يا جماعة. تقوم الحتة بت 60 كلب مصحصحة أكتر، والشيطان يجيب صحابه ويجي يقعدوا مع البنت، وثلاث أربع أيام تانيين يا عم الحاج تلاقي الطرحة كلها اتزحلقت لورا، علشان شياطين الإنس يزينوا لها سوء عملها فتراه حسنا، وتنزل بقى تعليقات جديدة بقى مستشهدين بفتاوى بقى الإسلام البحيري على إبراهيم عيسى على نوال السعداوي ومن على شكلتهم بإن الحجاب مش فارض، وإن الله جميل يحب الجمال، فأنت زي مخبية الجمال ده كله، وهكذا لغاية البت ما تلاقي نفسها فجأة فريسة سهلة للحتة بت 60 كلب اللي جواها، وشياطين الإنس اللي تلموا حواليها مش سايبين لها أي فرصة إنها حتى تراجع نفسها في الذنب اللي هي بتعمله مع كل صورة لها، وعيون أشباه الرجال بتفترسها مع كل بصة بتبص عليها. هم دول الصاحب اللي ساحب. واحد تاني قلبه أطيب من الشمع، مالوش لا في قلة الألم ولا له في السفالة، وإن كان يعني بينه وبينكم كان بيحب قوي يسمع حكايات الولاد اللي مقطعين السمكة وديلها ويضحك معاهم، لكن عمره في حياته ما دخل في السكة بتاعتهم دي. ما كنتش بسيبه تقريبا لأن الولد ده كان فيه حتة نظيفة قوي جواه كنت بحبها الحقيقة والله، لغاية لما تلموا حواليه شوية أولاد من دول، وشوية شوية لقيته بدأ يبعد عني بحاجة غريبة قوي، وعرفت بعد كده ان هو تورط في علاقات مشبوهة وبصورة اسوأ بكتير من الحكايات اللي كانوا بيحكوها اصحابه، لغاية لما اخدوه لسكة مقرفة جدا وما عرفش يرجع من السكة دي، لغاية لما فعلا حياته انتهت حرفيا.
هم دول الصاحب اللي ساحب. بصوا يا جماعه، احنا مش ملايكه ولا احنا شياطين، كل واحد فينا فيه جزء خير وكل واحد فينا فيه جزء شر بنكلم، لكن الغلبة لمين؟ كان في المية ده وكان في المية ده. اوعى تفكروا ان في حد بينا منزه عن الخطأ او الخطيئة او الذنب، ما ينفعش. المنزهين هم فقط الملائكة، وما ينفعش نكون زيهم، وإلا كان ربنا خلقنا كلنا ملائكة من الأول وخلصنا. لكن ربنا خلق فينا الجزئين، الخير والشر، عشان لما نعمل الشر نتوب عنه فيغفر الله لنا، لأن ربنا بيحبنا كده، توابين أوابين، إن الله يحب التوابين، هكذا قال في كتابه الكريم، كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال أيضا في حديث آخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى لو حد عمل فينا ذنب أو خطأ أو خطيئة ما يزعلش، المهم حاجتين: أول حاجة إنه يكون عارف إنه غلط حتى لو عمله، وتاني حاجة يكون عارف إنه هو حرام حتى وهو بيعمله. والأهم حاجتين برضو: إنه يكون جواه الرغبة إنه ما يعملهوش تاني، وإنه ما يحللهوش، وهو ده الأهم. لأن الأيام المنيلة اللي إحنا عايشينها دلوقتي لقينا ناس والله ما نعرف هما طلعوا منين، بدأوا يحللوا الحرام ويحللوا الغلط لغاية لما الموضوع استفحل وولادنا تاهوا مننا، وبقوا مش عارفين الصح من الغلط ولا عارفين الحلال من الحرام. الحلقة دي موجهة لكل واحد معاه صاحب سحبه لسكة الغلط أو سكة الحرام بما فيهم أنا. مفيش حد فينا ما قدامهوش صاحب سوء، هو عارفه كويس واخد باله منه كويس، وكتير مننا بيدعي إن هو بيتعامل معاه ومش خايف منه ومش بيخش مع بعض جامد قوي وبيتعامل معاه من بعيد لبعيد، وإن هو واخد باله منه كويس قوي قوي قوي. لكن حضراتكم برضو عارفين كويس قوي 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 إن جوه كل واحد فينا في حتة بتتكلم، ولما بس مجرد إن الواحد يميل للغلط بصورة أو بأخرى يطلع له من تحت الأرض أصحاب واخدين دكتوراه في الحتة الغلط دي، وما تعرفوش والله يترموا عليه منين. ساعتها الله وحده أعلم من سيكون المنتصر. الحتة بالتكلب اللي ضيعت ناس استحالة كنا نتوقع إن هم يضيعوا، ولا تكون الغلبة لمن قصر الطريق على نفسه وتخلص من أصدقاء السوء دون أن يقترب منهم أو يتقرب منهم. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في دعائه من صاحب السوء، كما قال: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء ومن صاحب السوء. لو عايز نصيحة العمر كله، والنصيحة دي أنا بوجهها لنفسي قبل ما بوجهها لأي حد من حضراتكم، كل واحد فينا يقعد مع نفسه بعيد عن صحبة السوء، فنجان قهوة كده أو كوباية شاي في وقت ما يكونش حد معاك غير السكون فقط، وشوف كده إذا لقيت قلبك بينفر من رجال الدين وبتحب تتريق عليهم ومش بتحب تشوفهم ولا بتحب تسمعهم ولا تطرب أذنك لسماع القرآن الكريم وتشعر بأن هناك من يحول دائما بينك وبين أن تسمعه، فنفسك مريضة، داويها حتى تجدها تميل مرة أخرى إلى طريق الخير. أما إذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الشر وتميل إلى أهل الفجور والعياذ بالله، وبتدور عليهم وبتستمتع بالقعدة معاهم، فاستدرك عمرك قبل فوات الأوان. يا مناس كان عندهم خطط بعد العشاء لكن اتصلت عليهم صلاة الجنازة العصر. أما إذا رأيت نفسك تميل إلى الأخيار وتحب مجالسة الأخيار، مع علمك بسوء سيرتك وعلمك بإعوجاج طريقتك وعلمك بقبح ما تخفي، لكنك بتحب تجلس معهم، فاعلم أن فيك بقية من خير، فاجتهد بقى في أن أنت تقتلع الشر من نفسك عشان تكون زيهم. عارف أن كلام ده مش سهل، وعارف أن جهاد النفس هو أصعب أنواع الجهاد، لكن إذا عزمت فتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا تنسى دعاء العاصي الذي دعا به ربنا سبحانه وتعالى عندما قال له: يا رب أنت تعلم أني أحب الصالحين ولست منهم، وتعلم أني أكره الفاسقين وأنا منهم، يا رب
إن كان دخولي الجنة سينقص من ملكك شيء فلا تدخلني فيها، وإن كان دخولي النار سيزيد في ملكك شيء فادخلني فيها. يا رب من يرحمني وأنت أرحم الراحمين؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أفكان يليق بكرمي أن يناديني عبدي بتلك الكلمات وأرده خائبا فأدخله الجنة برحمته. ربنا يرحمنا جميعا برحمته، ويبعدنا عن صحبة السوء، ويعيننا جميعا على جهاد أنفسنا. اللهم آمين. أشوفكم إن شاء الله في الأسبوع الجاي.